مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي، حصة الرياضيات ماثماتيكس. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة، واليوم كمان بحصتنا رح يكون في عنا مراجعة لدروس قديمة تعلمناها من قبل وعملنا عليها تمارين، ولكن حلو أنه نرجع لها ونرجع نكرر بعض الأشياء اللي تعلمناها ونعمل تمارين زيادة حتى نصير سريعين أكتر. كل ما انتم تدربتوا عليهم كل ما صرتوا سريعين اكثر كمان. تتذكروا نحن قلنا انه بالاديشن اسلوب الجمع وبالسبتراكشن اسلوب الطرح فينا في اشياء معينه فينا نعملها وفي اشياء ما فينا نعملها. مثلا بالاديشن فينا نغير مطرح الارقام، يعني اذا انا عم بعمل 5 plus 2 equals 7 فيني اعمل 2 plus 5 فيني اغير لهم مطرحهم. إذا عم بعمل 100 plus 50 فيني أعمل 50 plus 100 بضل نفس الجواب. أما بالسبتراكشن فينا نعمل هيك؟ أقولكم؟ أنا بقول لا. أكيد أنتو بتتذكروا كمان أن حكينا عن هالموضوع. يلا اليوم بحصتنا خليكم متابعين لحتى نرجع نتذكر شو تعلمنا ونعمل تمارين أكتر على هيدي الدروس. خليكن معنا وخلينا نروح سوا لأول فقرة لليوم. A 2D shape is flat. It has only length and width. 2D shapes are very well known. Say them with me and draw your own. 2D shapes are very well known. Circle, triangle, square, rectangle. Circle, triangle, square, rectangle. Circle, triangle, square, rectangle. Let's draw them in the air. The 2D shape is flat. It has only length and width. 2D shapes are very well known. Say them with me and draw your own. 2D shapes are very well known. Trapezoid, hexagon, rhombus, pentagon. Trapezoid, hexagon, rhombus, pentagon. Trapezoid, hexagon, rhombus, pentagon. Let's draw them in the air. Let's draw them in the air. In the air. هلأ رح نبدأ مع بعض بأول فقرة بحصتنا مع التمارين الموجودة على اللوح. خلينا أقرأ أول تمرين. A farm has 9 pigs, 8 cows and 5 hens. بمزرعة للحيوانات في 9 pigs يعني 9 خنازير, 8 cows 8 بقرات and 5 hens يعني 5 دجاجات. سؤال هو How many animals are there in all? كم حيوان في كمجموع كلهم مع بعض؟ مثل ما تعلمنا نعمل addition. يعني عندي 9 pigs بكتب 9 بدي زيد عليهم عدد الحيوانات الباقية يعني بدي أعمل addition حتى أقدر لاقي المجموع يلي هو in all قديش في كلهم مع بعض. 9 pigs plus 8 cows 8 بقرات كمان مرة plus 5 hens 5 hens 5 دجاجات. في شي بعد animals؟ لا هودا هن. فإذا هيدي هي المعادلة الحسابية اللي لازم لاقي لها الجواب. مثل ما تعلمنا فينا نعمل regrouping يعني 9 plus 8 بعملها لحالها برجع بزيد عليها 5. 9 plus 8 17 plus 5 17 plus 5 5 plus 7 هي 12. بحط ال1 تحت بعضهم وبجيب ال10 بحطها هون. 1 plus 1 هي 2. الجواب هو 22 animals in all. كمجموع 22 animals in all. عم بيقولوا لنا هون سؤال،
Can we change the order of the additives؟ يعني فينا نغير ترتيب نزيدهم على بعضهم أو الـ addends، فينا نغير ترتيبهم؟ نعم، فيني أحط 9 plus 8 plus 5، فيني أكتب مثلاً عدد الـ cows قبل، يعني 8 plus 5 plus 9، فيني أعمل هيك؟ نعم فيني، لأنه نحن تعلمنا إنه بقلب الـ addition فيني غير موقع الأرقام تبع الـ addends، فيني غير لهم محلهم، يعني 8 plus 5 فيني أعملها تطلع 13، 13 plus 9 بيطلع 22 هو الجواب الصحيح. فيكن جربوه عندكن بعدة طرق، أو إذا كتبت مثلاً 5 plus 9 plus 8 بيطلع نفس الجواب، 5 plus 9 هي 14 plus 8 هي 22 نفس الجواب. جربوها عندكن بعدة طرق، وهيك بنكون تعلمنا إنه بالأديشن عم نرجع نتذكر مع بعض إنه بالأديشن فينا نغير محل الأرقام ونبدلهم، بضل عنا نفس الجواب، وكلها سوا العملية الحسابية ما بتتأثر أبداً. منجرب بتاني تمرين. In the kitchen في المطبخ، mom has ماما عندها 22 forks 22 شوكة and 24 spoons 24 ملعقة. How many items does she have in all؟ لازم نزيد هون كلمة in all يعني كمجموع. How many items does she have in all؟ المجموع شو بنعمل؟ نعمل 22 منزيد عليهم plus 24 هيك لنعملها vertical 22 plus 24. بحط ال 1 تحت بعضهم وال 10 تحت بعضهم، 2 plus 4 6 2 plus 2 4 الجواب هو 46. بكتب 46 items أو kitchen items in all. طيب شو أقولكن إذا غيرت مطرح الأرقام؟ يعني عملت 24 plus 22 شو بيصير؟ بضل عنا نفس الجواب؟ جربوها عندكن 24 plus 22 كمان بيطلع 46. يعني بقلب الأديشن فينا نغير موقع الأرقام، ما رح يتأثر أبداً المجموع النهائي. كمان بعد عنا تمرين رح نشوفه سوا هون. رامي has 23 English books. رامي عنده 23 كتاب إنجليزي باللغة الإنجليزية and 32 Arabic books، وعنده 32 كتاب باللغة العربية. How many books does he have in all؟ بالغلط أنا كتبت she، بس رامي لأنه هو شاب بنحط he. How many books does he have in all؟ قديش في عنده كمجموع؟ كمان لازم نجمعهم مع بعض لأنه نحن عم نحكي عن قديش كلهم سوا. يعني إذا عنده 23 English books بدي زيد عليهم الـ Arabic books plus 32 تأعرف قديش مجموع الكتب كلهم. يعني هو على الراف حاطت الـ Arabic books والـ English books مع بعضهم، قديش هن كلهم سوا؟ 23 plus 32 بعمل vertical addition، ومثل العادة بحط الـ ones تحت بعضهم وببلش فيهم. 3 plus 2 هي 5 و 2 plus 3 هي 5، بيطلع الجواب 55. يعني رامي has 55 books in all. شو أقولكم إذا غيرت؟ إذا عملت 32 plus 23 بيطلع نفس الجواب. تعالوا نجربها 32 plus 23 2 plus 3 5 3 plus 2 5 نفس الشيء. فإذا منتعلم ومنستنتج إنه بالأديشن فينا نغير مطرح الأرقام يلي عم نزيدهم على بعض، وأكيد بالأديشن ما بيتأثر أبداً الجواب النهائي، بضل عنا نفس المجموع. شاء
الله تكونوا رجعتوا تذكرتوا هيدي الدروس وفهمتوها منيح، اكتبوها عندكم وخلينا نروح سوا لنشوف شو رح نعمل بالفقرة اللي جاية. وهلأ عم نتابع مع تمارين جديدة كمان على اللوح. خلينا نقرأ أول تمرين. رنا has 46 pencils. رنا عندها 46 قلم رصاص. She gave عطيت 15 of them 15 منهم to her friend لصديقتها. السؤال هو how many does she have now؟ قديش ضل عندها هلا؟ خلينا ننتبه انه المجموع كله يلي كان عندها اياه هو 46، شالت منهم 15 لتعطيهم لصديقتها. 46 شلنا منهم 15، يعني نكتب 46 لما نشيل يعني بنحط ماينس، يعني عم نعمل سبتراكشن. 46 minus 15 equals، تنلاقي الجواب لأنه هن سألونا how many does she have now. من بعد ما شالت 15 من ال 46 اللي عندها وعطيتهم لصديقتها، قديش بقي عندها هلأ؟ خلينا نشوف. 46 minus 15 بنعمل vertical subtraction. 46 minus 15 بنحط ال 1s تحت بعضهم وال 10s تحت بعضهم. 6 minus 5 1 4 minus 1 3. فإذا 6 minus 5 1 4 minus 1 3، يعني بقي عندها 31. فنكتب الجواب، لازم نقول she has now، يعني من بعد ما عطيت رفيقتها، she has now 31 pencils. طيب قبل شوي بالأديشن كنا عم نغير موقع الأرقام، شو رأيكم إذا عملنا نفس الشيء بالسبتراكشن؟ يعني 46 minus 15، تعالوا نعمل 15 minus 46، تزبط؟ شو بيصير؟ 15 يعني 15 عم نشيل منها 46، معقول تزبط؟ أكيد لا، لأنه 15 هي أصغر بكتير من 46، كيف بدنا نشيل منها هيدا الرقم؟ فإذا نستنتج من هيدا التمرين إنه بالسبتراكشن ما فينا نبدل مكان الأرقام، لازم يضلوا مطرحهم، يعني هيدي this is wrong، غلط، خطأ، ما فيني أعمل هيدا الطريقة، لازم دايما مثل ما قالوا لي ما بقدر غير مطرح الأرقام. بس يكون في سبتراكشن كل رقم لازم يضل مطرحه. ننتقل للتمرين التالي. مريم found 120 ants on the ground. هي وماشية لقيت 120 نملة على الأرض. She caught لقطت 56 of them. لقطت 56 منهم. السؤال هو how many are still on the ground؟ قديش بعدهم اللي بقيوا على الأرض؟ يعني هي شافت 120، شالت منهم عن الأرض، لقطت، طلعت على إيدها 56 of them، 56 منهم. قديش هن يلي بقيوا على الأرض؟ بجيب المجموع أصلاً تبع عدد النملات اللي كان على الأرض 120، وبدي أعمل ماينس لأن أنا شلت منهم. I caught أو هي she caught لقطت منهم 56. 120 minus 56 تنلاقي قديش بقي على الأرض نمل. بعمل vertical subtraction. 120 minus 56 منحط ال 1s تحت بعضهم، 10s تحت بعضهم، وال 100s تحت بعضهم. هون ما في عنا 100. 0 minus 6 ما بتزبط، منروح على 10s منستعير وحدة منحطها هون. 10 minus 6 هي 4. 1 minus 5 ما بتزبط، منشيل هيدي بتصير 11 minus 5 هي 6.
فإذن بقي في على الأرض 64 ants. 64 ants are still on the ground. هيدا هو الجواب. طيب شو رأيكم؟ فينا نعمل 56-120 نقلب الأرقام؟ ما بنقدر أكيد لأنه بيتغير كل الجواب وما بتزبط معنا وبيروح كل المنطق يلي نحن عم نشتغل فيه. فإذا بالسبتراكشن ما بنقدر نغير مكان الأرقام يلي نحن عم نطرحهم من بعض. الجواب هو 64. ننتقل للتمرين التالي. سالم بوت اشترى 89 pieces of chocolate. اشترى 89 قطعة من الشوكولاتة. He ate yesterday مبارح أكل 10 منهم من هول ال 89. How many does he still have من بعد ما أكل مبارح 10؟ قديش بقي عنده؟ شو بنعمل؟ المجموع هو 89 minus لأنه هو أكل منهم يعني شال minus 10. 89 minus 10. 9 minus 0 هي 9. 8 minus 1 هي 7. بيكون الجواب 79. من بعد ما أكل مبارح 10 منهم ضل عنده 79. فيني بدل شيء أعمل 10 minus 89؟ ما بقدر لأنه نحن عم نعمل subtraction وبالsubtraction ما بتزبط معنا أبداً. عم بيكمل هيدا التمرين وبيقولولنا He ate today, اليوم أكل 24 of the rest من الباقي. هيدا هو اللي بقيه عنده. بس اليوم راح أكل من هيدا الرقم 24. How many does he have now؟ من بعد ما بقي عنده 79. He ate 24. يعني قديش بقي عنده هلأ؟ شو بنعمل؟ 79 يلي هي the rest اللي بقي minus أكل منهم 24. خلينا نشوف الجواب. 79 minus 24. ال 1s تحت بعضهم وال 10s تحت بعضهم. 9 minus 4 هي 5. 7 minus 2 هي 5. لكن he has now 55 pieces of chocolate. اكيد صرنا نعرف انه ما فيني غير محل الارقام لانه ما بتزبط. جربوها عندكم حتى تشوفوا انه ما بنقدر ابدا بالسبتراكشن انه نغير مكان الارقام، بينما بالاديشن فينا نغيرهم. من بعد ما شفتوا هالتمارين ما تنسى هذا الدرس ابدا، وخلينا نروح سوا لاخر فقره لنشوف شو في عنا. Thirty minus five equals 25. Correct. Five minus 30 equals 25. Wrong. 10 plus 54 equals 64. Correct. 54 plus 10 equals 64. Yes, correct. 88 minus 52 equals 36. Correct. 52 minus 88 equals 36. Wrong. 90 minus 25 equals 65. Correct. 25 minus 90 equals 65. Wrong. 73 plus 12 equals 85. Correct. 12 plus 73
equals 85? Yes, correct. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا لليوم. بهذه الفقرة رح يكون في عنا لعبة حلوة نستعمل فيها subtraction. رح نستعمل فيها كمان dice الزهر يلي فيه عليه أرقام ونحن منكبه منشوف شو الرقم يلي بيجينا لحتى نقدر نقرب. هون في عندي نقطة الانطلاق على هيدي الورقة، بدي بهيدي هيدي أنا كأنه أنا عم قرب، أوكي؟ كل ما يجيني رقم بدي أقرب على عدد هيدا الرقم وحل السبتراكشن لأقدر ألعب هيدي اللعبة، أوكي؟ خلينا نجرب مرة. رح كب الزهر طلع لي 2، يعني بدي بلش من هون 1 2. subtraction هي 11 minus 6. إذا أنا عندي 11 عم شيل منها 6 بيطلع الجواب 5. شفتوا أنا قديش سريعة لأنه بتدرب عليهم كتير بقدر بسرعة لاقي الجواب. 11 minus 6 يعني 5. فتش هون بجي على رقم 5. اوكي، بحط عليه علامة انه انا لازم خلص كل هولي اللي موجودين بالنص. فيني العب هيدا اللعبة انا واشخاص تانيين، فيكن تلعبوها شخصين وبتشوفوا مين بيسبق مين هو يلي بيشخط اكتر شي من هولي وبيزبطوا معه. رح كمل 5، رح قرب 5 squares 1 2 3 4 5. سيد خبركن انه اذا وصلت على هيدا الستار فيش يعني انا كتير شاطرة وكتير بيطلع لي هيك جايزة مميز. اذا كنتوا عم تلعبوا فيكن تعملوا مثلا هيك شي مهضوم لبعضكن، تجيبوا كباية مي، تعطوه بونبونة صغيرة او تعملوا شي هيك حلو مع رفقاتكن اللي عم تلعبوا معهم، اوكي؟ فاذا انا ما وصلت على هالنجمة قطعتها 16 minus 6 هي 10 الجواب. فتش هون على number 10 إذا موجود هون، فبقدر إنه حط عليه إشارة. منكمل 3، يعني أنا لازم أقرب 3 1 2 3. ما وصلت على النجمة، خسارة. 12 minus 5 يعني 7، الجواب هو 7. بجي لهون، إذا عم تلعبوها شخصين بصير في منافسة كتير حلوة وبتشوفوا مين أكتر واحد عم بيقدر يشيل من هول الأرقام. لاحظتوا إنه أنا ما فيني غير الموقع تبع الأرقام بالسبتراكشن لأنه بيتغير كل شيء. كمل 6 1 2 3 4 5 6. 11 minus 5 الجواب هو 6، الجواب هو 6. منكمل كمان مرة 6 1 2 3 4 5 6. 15 minus 5 الجواب هو 10، ما رح فيني بقى شيلها لأنه انشالت من قبل. وهيك انتو فيكن تكملوا هيدا اللعبة، تعملوا مثلها وتكملوها، تستعملوا الزهر وهيك بتتدربوا على السبتراكشن بشكل كتير سريع وتقدروا تلاقوا الأجوبة، وهيك بتستمتعوا كمان انتو عم تلعبوا مع إخواتكم ومع رفقتكم. هيدا كان كل شي بحصتنا لليوم. تذكروا انه نحنا بالأدشن فينا نغير موقع الأرقام، بالسبتراكشن ما بنقدر أبداً. هلأ بدي ودعكم، بس قبل بدي ذكركم أنه نحن كتير منحب ومنكون فرحانين أنه تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك يلي هي www.facebook.com. بتفوتوا على صفحة اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز. وهلأ بودعكم، برجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. انطروني، باي. Fractions show the parts of a whole. You can take
parts of them, you can take them all. I share a pizza with my friend, I cut it into two equal parts. I eat my part till the end, I eat one half, one part of the whole. Fractions show the parts of the whole, you can take parts of them, you can take them all. I put some jam on one part of a cracker that has four equal parts. This means I used one fourth of it, and I will open my mouth to eat it. Fractions show the parts of a whole, you can take parts of them, you can take them all.